السلام عليكم ورحمة الله. طلبة الصف الخامس إعدادي ويونت 2 صفحة 47 درسنا قواعد لطيفة وسهلة. So that, such that معناتها جدا. So, such يا له من. الفكرة فرق بين هاي وهاي. هنا تحتاج اسم، هنا تحتاج صفة أو ظرف بين جزئين بين الكلمتين. يعني so صفة أو ظرف، that such a او ان صفه اسم، احيانا فقط اسم، واذا كان الاسم جمع فالاي والان يحذفون اذا كان اسم جمع، ما نحتاجهم لان الاي والان للمفرد. تمام عيني. هسه شو نسوي؟ نجي مثلا للجمله. لاحظ، نقول مثلا هذا الحل، راح نتكلم عن الحل اللي هو تمرين اف موجود بصفحه 47. 1 The test was easy. الامتحان كان سهل. فش نخلي؟ نخلي so هنا قبل الـ easy، قبل الصفة. So easy that. That تكون مكان النقطة. That تصير مكان النقطة. ونكمل الجملة الثانية بدون تغيير. Everyone got 100%. يعني كل واحد إيش قد أخذ؟ 100%. 2 It was such. هنا أنا such. such ايش نلقى؟ نلقى اسم. لاحظ عزيزي، day لازم اكو day اسم قبل صفه، قبل اي او ان. such a windy day. that مكان النقطه. يا له من يوم عاصف. ان that شنو؟ we decided not to go out. هذا الجمله الثانيه كما هي. 3 she has such a lot of problems. هي عندها هواي مشاكل. لاحظ هنا أنا ماكو صفة بس أكو هذا الكوانتيفاير، الكمية، واضح عيني قبلها، بس أكو problems الاسم اللي ماكو بعد أي وأن، لأنه هنا أنا هذا الـ A من أصل a lot of yes. that هذا مكان النقطة. و she doesn't know what to do. هاي نفسها ننزلها. then such سبقت a lot of. and then for أدنى it was such an expensive restaurant. such an expensive restaurant. شبيه هذا restaurant. أدنى expensive وأدنى اسم. إذن وأن نقول such. وذات مكان النقطة ونكمل. that we decided to eat somewhere else. يعني قررنا أن نأكل في مكان آخر. 5 he woke up late. late ظرف زمان متأخر. إذا نقول so late that. لاحظ so late that. هنا نصير so. أو missed the first lesson. نتيجتها أنه هو لم يحضر الدرس الأول. 6 they were such difficult questions. لاحظ هذا الاسم جمع هنا عزيزي. فخلينا such قبلها. such قبل difficult. such difficult. ماكو أي وأن لأن الاسم جمع. ماكو أي وأن هنا. such difficult questions that we couldn't answer them. ما قدرنا نجاوب، لم نستطع أن نجيب. شكرا جزيلا.